والآن ينضم إلينا من أربيل المحلل السياسي الأستاذ هوشيار مالو. أهلا بك أستاذ هوشيار. أستاذ هوشيار، يبدو أن هناك أجواء إيجابية ومتفائلة بالزيارة التي أجراها رئيس الإقليم إلى بغداد ولقائه مع الشخصيات السياسية العراقية، وأيضا التي تخللها لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. نعم، شكرا جزيلا. طبعا صحيح، الأجواء كانت إيجابية جدا. اليوم كان هناك أكثر من لقاء لرئيس الإقليم في بغداد. أنا أعتقد أنه الرئيس الفرنسي وعلاقته مع إقليم كردستان، يعني فرنسا هي لديها علاقة تاريخية مع كردستان، مع إقليم كردستان، حتى الرؤساء السابقين يعني هولاند والقبله وميترون، يعني تاريخيا فرنسا هي داعمة قوية لإقليم كردستان. ولا ننسى السيد ماكرون نفسه في 2017 لعب دور كبير في كسر العزلة أو الحصار اللي صار بعد الريفرندوم أو الاستفتاء اللي صار في إقليم كردستان. كان السيد ماكرون استقبل السيد نيتشيرفان في وقتها وأبدأ دعم كبير لإقليم كردستان. ولا ننسى أنه جزء كبير من زيارة اليوم للسيد ماكرون هو يعني موضوع سيادة العراق أو مبادرة سيادة العراق، وهذا الموضوع أكيد يخص المكونين الأساسيين في العراق، العرب والكرد. لذلك كان من إقليم كردستان عنده نعم وجود السيد نيتشيرفان بارزاني. قبل التطرق إلى المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي، يعني الخصوصية التي يمتلكها إقليم كردستان عند فرنسا، هل ستساهم في حل الملفات العالقة بين بغداد وأربيل؟ يعني هل ستحل الأزمات أخيرا بين بغداد وأربيل؟ يعني أنا في تصوري وفي قراءتي أنه السيد ماكرون جاء آتٍ إلى العراق بمبادرة، وهذه المبادرة هي بشروط. يعني إقليم كردستان أنا أعتقد هي جزء من هذه الشروط، يعني حل الخلافات الداخلية اللي هي بين بغداد وإقليم كردستان هي جزء من هذه الشروط حتى يكون الدعم الدولي دعم منتج، حتى يكون دعم مفيد. يعني لا ننسى هناك أيضا مبادرة الآن فرنسية إلى لبنان شبيهة جدا بالمبادرة التي يقوم بها السيد ماكرون في العراق. يعني هناك مبادرة، لكن هذه المبادرات عادة تكون مشروطة. أهم الشروط اللي وضعها اليوم السيد ماكرون هي موضوع الكف عن التدخلات أو يعني وضع حد للتدخلات في الشأن العراقي. الجانب الآخر لا ننسى هو جانب مهم، موضوع مكافحة الفساد. ثالثا موضوع حل الخلافات الداخلية، يعني إقليم كردستان وجود مجموعة من الميليشيات، السلاح المنفلت، هذه الأشياء. يعني لا يمكن أن أطالب من دولة كبيرة مثل فرنسا، دولة عريقة مثل فرنسا، أن تأتي تدعمني وأنا نفسي مدى أدعم نفسي. لذلك يجب أن يكون هناك مجموعة من المعايير اللي يمر بها العراق حتى يقدر يحصل على دعم هذا. يعني رغم هذا التعويل أستاذ الكريم على الدور الذي يمكن أن تلعبه فرنسا، هناك من يقول أن ماكرون يحاول استنهاض المجد الفرنسي يعني من خلال هذه الزيارات سواء إلى لبنان أو إلى بغداد، لكن في حقيقة الأمر هو لا يملك شيئا ليقدمه لهذه الدول. يعني هو يحاول إعادة مجد فرنسا ليس إلا. هناك من يقول ذلك، ما رأيك؟ يعني أنا بالنسبة إلي أعتبر أن فرنسا دولة مهمة، هي دولة ليبرالية عظيمة عريقة مهمة في أوروبا. لا ننسى أنه العراق، يبدو أنه العراق بدأ يذهب باتجاه بوصلة صحيح. يعني إذا أنت تريد تعمل اتفاقات مع الدول، المفروض تعمل مع دول محترمة، يعني دول مثل فرنسا، دول مثل أمريكا. الآن تدخل على الخط، مو دول هذه الدول المارقة، الدول اللي فاشلة اللي في المنطقة تروح تعمل
اتفاقيات مع إيران تروح، هي إيران أصلا داخلة بمجموعة مشاكل وهي أصلا عليها حصار، هناك مقاطعة دولية، يعني تعال اعمل إذا تريد تعمل الآن. اليوم كان هناك كلام حول دعم العراق في موضوع صناعة المفاعل النووي، نعم للأغراض النووية، مشروع توليد الطاقة النووية، هكذا دول المفروض أنه نتعامل معها. نعم، لكن لا ننسى أنه فرنسا، لا نتوقع أنه فرنسا سوف تأتي بمليارات الدولارات إلى العراق، وهذا أنا لا أعتقد. أنه حتى اليوم ذكرها السيد ماكرون بشكل واضح أنه الدعم الفرنسي للعراق سيكون عبر الأمم المتحدة، ويكون دعم مشروط لدعم مسيرة أو مبادرة مسيرة السلام في العراق، أو عفوا مبادرة السيادة في العراق. نعم. ويكون عرض، يعني أنا بشكل نعم يعني بشكل بسيط قارنت بالمشروع الفرنسي في لبنان، هو قريب جدا، يعني تقريبا نفس الخطوط العريضة اللي ده يعملها فرنسا في لبنان وأيضا دعملها في العراق. لا أعتقد أنها ستؤدي إلى عودة المجد الفرنسي والاستعمار الفرنسي وسيطرة النفوذ الفرنسي، لا أعتقد أن العالم ذهب بهذا الاتجاه. نحن أنا في تصوري أنه العراق إذا كان يريد علاقات طيبة، علاقات جيدة مع دول العالم، يعملها مع دول محترمة، دول مثل فرنسا، مثل ألمانيا، دول مثل كندا، أمريكا. أنا كان لدي أيضا جانب آخر، يعني كان هناك من خلال كلام السيد ماكرون وأيضا التصريحات اللي برزت للإعلام، أنه فرنسا ستساعد العراق في كف التدخلات. لا ننسى التدخلات هي منه، هي إيران من جانب، وأيضا تركيا الآن في هذه المرحلة هناك. نعم، لكن يعني هناك من يقول أن يعني العراقية مقابل نتكلم عن سيادة العراق، يجب أن يكون هناك أيضا نوع من يعني مقابل إعطاء نفوذ أكثر لفرنسا في العراق. سيد هوشيار، التدخل تركيا يعني استبدال نفوذ بنفوذ آخر، يعني أيضا إيمانويل ماكرون يعني لديه أطماع في العراق. شوفي أختي العزيزة، أنا لا أعتقد أنه فرنسا عندها أطماع وعندها راح ترجع تعمل استعمار فرنسي للعراق. ليس بالضرورة استعمار فرنسي سيد هوشيار مانو في أرض العراق وفي مشاكل. أعذرني على المقاطعة، لم يتبقى لدينا وقت، لكن قصدت أنه ليس بالضرورة ما أقصده بالأطماع هو الاستعمار. المحلل السياسي الأستاذ هوشيار مانو، كنت معنا من أربيل، أشكرك جزيل الشكر.